لو متلخبط بين البيزنس موديل والريفينيو موديل ومش عارف ايه الفرق بينهم، نفسك تفتح بيزنس بس مش عارف هتبيع خدماتك او منتجاتك ازاي، يبقى خليك معانا في الفيديو ده وهنبدا دلوقتي. في الفيديو ده هنتكلم عن الريفينيو موديل، بس قبل ما نبدا انا عايز اقول لك انه في الديسكريبشن هتلاقي توقيتات كل حاجه في الفيديو، بحيث لو في حاجه انت اوريدي عارفها ممكن تعمل لها سكيب وتروح على اللي بعدها. الاول عايزين نقول ايه هو الريفينيو موديل والبيزنس موديل او نموذج الربح ونموذج العمل، وليه دايما في مسكونسبشن بين الاثنين. الناس بتستخدم البيزنس موديل في الوقت اللي هي بتتكلم فيه على الريفينيو موديل. يعني الريفينيو موديل بيعبر عن الريفينيو ستريمز او مصادر الدخل اللي بتيجي مثلا من البيع المباشر او من الاشتراكات اللي بنجمعها من العملاء او اي طريقه تانية للدخل. اما البيزنس موديل فهو بيعبر عن البيزنس ككل، وبيكون بداخله الريفينيو موديل وكذلك الفاليو اللي انت بتقدمها للعميل، ومين العميل وتوصله ازاي، وايه هي الكوست بتاعتك، مين البارتنرز بتوعك، ازاي بتقدم الخدمة او المنتج الخاص بيك للعميل. يعني ببساطة الفلو بتاع الفاليو من داخل شركتك لحد لما يوصل للعميل. وبالتالي البيزنس موديل اشمل من الريفينيو موديل. لو قدرت في البيزنس موديل بتاعك توصل للتركيبة الصح من الحاجات اللي قلناها من شوية، وان انت تقدر تكسب، يبقى انت كده وصلت للبيزنس موديل ناجح، وفي الوقت ده دوس بنزين واعمل سكيل للبيزنس ده. انما لو مثلا عندك منتج او خدمة ومش عارف تبيعها، او الكوست بتاعت المنتج ده اعلى من التكلفة بتاعت تسويقه او التكلفة بتاعت الكاستمر اكوزيشن، او حتى عرفت تبيعه بس مش عارف تخلي الكاستمر يشتري منك تاني، يبقى البيزنس موديل ده بروكن وفي حاجة مش مظبوط. بقول بروكن لان احنا دايما في البيزنس موديل بنبص عليه على انه تشين او على انه سلسلة كل الايتمز اللي فيها مربوطة مع بعض. لو واحدة فيهم مش مظبوطة يبقى البيزنس موديل كله هيبقى مش مظبوط، وهنشوف ده في فيديو تاني. بس برضو ناخد بالنا انه اي ستارت اب في مجال التكنولوجي بيزنس ممكن تبقى معمولة اصلا في الاول البيزنس موديل بتاعها علشان يخسر. السبب في كده انه هو بيبقى معمول علشان grow fast and scale، وبعد كده حد يشتري. لما حد يشتري ممكن في الفترة دي يبقى يبتدي يكسب، لكن الجروس بيبقى مطلوب اكتر من الربح في بعض البيزنس مودلز في البداية. المهم ده مش موضوع الحلقة بتاعتنا، خلينا نركز بقى على الريفينيو مودل. الريفينيو مودل بيعتمد على مجموعة من الحاجات زي السوق اللي انت بتشتغل فيه، ايه هي القيمة المضافة اللي انت بتقدمها للعميل، التكلفة الخاصة بالمنتج بتاعك، البوزيشنينج بتاع المنتج، ومين المنافسين بتاعك. لو انت بتحدد الريفينيو موديل بتاعك لازم تجاوب على الأسئلة اللي فاتت، وكمان برضو ضروري تسأل نفسك ايه هي الطريقة اللي العميل هيشتري بيها المنتج او الخدمة بتاعتك. هل يا ترى العميل هيشتري مرة واحدة، ولا العميل هيشترك معانا لمدة زمنية معينة، ولا مين العميل اصلا اللي هيدفع؟ لانه كمثال مثلا لو بتعمل حاجة للأطفال فالعميل هو الطفل، لكن اللي هيدفع ممكن يبقى أهله. أو لو أنت مثلا بتعمل حاجة زي فيسبوك فالعميل ما بيدفعش حاجة، اللي هو اللي زيه وزيك بيقعدوا يستخدموا المنصة، ولكن اللي بيدفع هو الأدفرتايزر أو اللي بيعمل الإعلانات. وهل يا ترى العميل هقدم له خدمة ما بعد البيع أو خدمة الدعم الفني؟ كمثال مثلا فودافون مكالمة خدمة العملاء، 50 قرش تتخصم من رصيدك عند الاستخدام، حاجة زي كده. خليك معانا لاخر الفيديو علشان تتعرف على اشهر 10 انواع من الريفينيو مودلز، وكمان تعرف مين اللي فاز بالساعة منتورشيب مجانا في الحلقة اللي فاتت. اول بزنس موديل هو الفري موديل، او اللي الناس بتسميه الادفرتايزر موديل، وده العميل بيحصل فيه على الخدمة مجانا. ودايما الناس بتستغرب يعني ايه حد يحصل على الخدمة مجانا. ده طبيعي لانه بيبقى فيه ادفرتايزرز او شركة بتعمل اعلانات وهي اللي بتدفع ثمن الخدمة دي. كمثال البلاتفورم اللي انت بتتفرج فيها على الفيديو ده دلوقتي، اليوتيوب. انت في اليوتيوب تقدر تشوف اي فيديو مجانا، ولكن اليوتيوب بيكسب لما اي شركة تعمل اعلان على الفيديوهات الموجودة بداخل البلاتفورم. مثال تاني الفيسبوك، كلنا بنستخدم الفيسبوك مجانا، لكن اللي بيدفع ثمن الخدمة هو الادفرتايزرز بتوع الاعلانات المدفوعة. تاني موديل وهو الفريميوم موديل، وده ميكس ما بين الفري والبريميوم، علشان كده سموه فريميوم. وده مشهور في حاجات كتير جدا، اهمها السوفت وير از ا سيرفيس، وكمان من اشهر البلاتفورمز اللي بتعمل كده حد زي لينكد ان. بتعرض المنتج او الخدمه الاساسيه مجانا، لكن بيبقى فيه فيتشرز بتحتاج تدفع فيها فلوس علشان تعمل ابجريد. كمثال مثلا علشان تبعت لحد هو قافل عمليه انه حد يبعت له رساله من غير ما تبقى بريميوم ممبر، تقدر تفتح الفيتشر دي من خلال الابجريد.
او لو عايز تشوف مين اللي بص على البروفايل بتاعك، دي برضو فيتشر في لينكد ان تقدر تفتحها من البريميوم ابجريد. في الموديل ده الاغلبيه ما بتدفعش، لكن الاقليه اللي بتدفع وبتعمل ابجريدز هي اللي بتشيل ثمن الاغلبيه اللي ما بتدفعش والشركه بتكسب من وراها. الموديل الثالث وهو السبسكريبشن موديل. والموديل ده مشهور جدا في الحاجات بتاعت الميديا ستريمينج زي نتفليكس، بيبقى عباره عن اشتراك شهري او اشتراك سنوي، وغالبا ما بتبقى القيمه بتاعته قليله جدا علشان تشجعك على الاشتراك والاستمرار لاطول فتره ممكن. وغالبا ما بيبقى الاشتراك السنوي لو بتدفعه مره واحده اقل بنسبه من الاشتراك الشهري لو هتدفع مره كل شهر. الموديل الرابع وهو المارك اب موديل، وده الناس بتسميه كوست بلس مارجن او البرودكت موديل، وده ابسط ما يكون. اشتريت حاجه ب 100 جنيه بعتها ب 120 جنيه، او صنعت حاجه ب 200 جنيه وبعتها ب 250 جنيه، يعني في بيس كوست وانت حطيت عليها مارك اب او حطيت عليها مارجن بنسبه المكسب اللي انت محتاجها. الموديل رقم 5 وهو التيرد موديل او نظام الشرايح، وده موجود بنسبه كبيره في الحاجات اللي زي الويب هوستنج، يعني عايز تستضيف اكتر من موقع فهتدفع اكتر، عايز باندويث اكبر فهتدفع اكتر، عايز مساحه اكبر فهتدفع اكتر وهكذا. والموديل ده برضو مشهور في الحاجات اللي هي البي تو بي اللي بتعتمد اكتر على الفوليوم، يعني مثلا لو بتبيع 100 قطعه هيبقى سعر القطعه مختلف عن لو بتبيع نفس المنتج 500 قطعه او 1000 قطعه، وده علشان انت بتشتغل على الفوليوم، كل ما الفوليوم يزيد كل ما سعر القطعه يقل. الموديل رقم 6 وده الكوميشن بير ترانزاكشن او نسبه على كل عمليه، ده طبعا اشهر من نار على العالم مع المالتي سايدد بلاتفورمز زي اوبر وكريم وسويفل، بقول سويفل طبعا علشان نبقى فخورين بشركه مصريه حققت نجاح بشكل ما. في الموديل ده البيزنس بياخد نسبه على كل عمليه العميل بيعملها لما البيزنس بيوصله بمقدم الخدمه. الموديل رقم 7 وهو start with cheap package و increase with features. الموديل ده مختلف عن الموديل بتاع الفريميوم والموديل بتاع الشرايح اللي اتكلمنا عليهم من شويه. الفرق هو انك بتشتري منتج بمميزات اساسيه بسعر قليل، وكل لما تحتاج مميزات اكتر كل لما تدفع اكتر. اسهل حاجه بتعبر عن الجزئيه دي هي شراء العربيات، يعني مثلا تشتري العربيه البيز لاين ب 300000 جنيه، وبعد كده لو عايز شويه فيتشرز زياده فبتشتري الكاتيجوري الثانيه ب 330000 جنيه، وبعدين لو عايز فيتشرز اكتر تشتري الهاي لاين مثلا ب 360000 جنيه وهكذا. الموديل رقم 8 هو cheap products but money is made on disposables or on services. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انت بتبيع منتج او بتبيع خدمه بسعر رخيص جدا في البدايه، ولكن الخدمة دي أو المنتج ده علشان حد يستخدمه بيحتاج شوية حاجات إضافية منك. أشهر مثال في حاجة زي كده هو مكنة الحلاقة مثلا بتاع جيلات، أنت بتشتري المكنة مثلا بسعر رخيص ولكن كل فترة عايز شفرات زيادة، أو مثلا بتشتري خدمة من أمازون ويب سيرفيسز فممكن مثلا تلاقي مكنة EC2 بسعر رخيص، ولكن لو انت مش عارف تعمل سيت اب للمكنه دي ومحتاج كاستمر سيرفيس مثلا بالتليفون تلاقي كاستمر سيرفيس بالتليفون يحاسبك بالدقيقه او بالساعه. الموديل رقم 9 وهو اللونج تيل. الكلمه دي يمكن مشهوره قوي في مجال السيرش انجن اوبتمايزيشن ومعناها الكلمات الطويله، ولكن الكلمه دي معناها في الريفينيو موديل مختلف شويه، وهو انك بتبيع مجموعه كبيره من المنتجات الديماند عليها ممكن يكون اقل من المينستريم، يعني كانك بتشتغل في نيش ماركت او زي ما الامريكان بيحبوا يقولوها بتشتغل في نيتش معين. واهم الشركات اللي بينطبق عليها القصه دي هي جوجل وامازون. طبعا جوجل وامازون عندهم اكتر من ريفينيو موديل بداخل البيزنس موديل بتاعهم، ولكن اللونج تيل هو احد البيزنس مودلز اللي هم بيشتغلوا عليه. الموديل رقم 10 وهو الدونيشن او الكراود فاندنج موديل، وده نوع مش بينفع قوي مع الشركات الناشئة أو الشركات التكنولوجية، بينفع أكتر مع الشركات الغير هادفة للربح زي مثلا 57357 أو ويكيبيديا، وكمان بينفع مع الناس اللي ممكن تكون بتعلن عن تمويل مشروعاتها البسيطة على كيك ستارتر أو كراود فاندر. وبكده نكون وصلنا لآخر الحلقة النهاردة. الفايز في مسابقة الحلقة اللي فاتت من ساعة منتورشيب مجانا هو ياسر حسن من بني سويف، وهيتم التواصل معاه بعد الحلقة. لو حابب تعرف ايه هي الخمسة revenue models اللي ما اتكلمناش عليهم في الفيديو النهاردة هتلاقي ليهم لينك في الديسكريبشن. دلوقتي الكورة في ملعبك، اكتب لنا ايه هو نوع البيزنس بتاعك والrevenue model بتاعه، وهل اتكلمنا عليه النهاردة ولا ما اتكلمناش، وكمان لو عندك سؤال سيبه في الكومنتس وهنحاول نرد عليه. واخيرا لو عجبك المحتوى ما تنساش تعمل لايك وشير للفيديو عشان يوصل لاي حد تاني ممكن يستفيد، ولو حابب يوصلك كل جديد ما تنساش تشترك في القناة وتأكتف الجرس.
هيظهر دلوقتي على الشاشة مجموعة من الفيديوهات الخاصة بريادة الأعمال، نتمنى تعجبكم. سلام.